يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى 24، الصغرى 19، الإسكندرية 23 17، مطروح 22 14، بورسعيد 23 18، الإسماعيلية 24 17 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 25 18، العريش 22 15، طابة 24 20، شرم الشيخ 27 20، الغردقة 27 20 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 25 17، أسوان 26 18، الوادي الجديد 26 14، شلاتين 29 22، حلايب 28 23 وجوها مائل للحرارة. ولأن استعرضنا لكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية،